اوكي، هسه راح نشرح موضوع جديد، موضوع جرامر قواعد. عندنا الانفيتيشنز الدعوات، offers العروض، and promises اللي هو الوعود. راح نشرحهم بسرعه. اول شيء اللي هي الانفيتيشن، الدعوات. عندنا صيغه للدعوات راح ندعو بيها اللي هي would plus subject اللي هو الفاعل زائد like زائد to وبعدها فعل. she يكون base اللي هو مجرد، اوكي، وتكملة الجملة مع question mark. ليش؟ لان بدأ بود، اوكي، تمام. هذه الصيغة الاولى للinvitations اللي هي الدعوات. شو راح نكون؟ خلنا نكون مثال. like مثل would you like to come to my party، تيجي للحفلة مالتي، هل ترغب بالمجيء إلى حفلتي؟ أوكي، يكون الرد بطريقتين، يا أما يجاوبون I'd love to، أود ذلك، أرغب ذلك، أو هذا بالإيجاب، أو إذا ما تردون شو تقولون؟ I'm afraid I can't، ما أقدر أجي، ما أقدر أحضر، ما أقدر أسوي هالشي اللي دعتني إليه. مثل هذا المثال اللي بالكتاب Would you like to come with us؟ شو راح يقول لي؟ أما إيجابي I'd love to، أما سلبي راح يكون I'm afraid I can't.